يقول: جاء رجل إلى قرية من القرى يسأل عن شخص هو لا يعرفه، واحد يدور واحد هو ما يعرفه، قال: يا جماعة وين فلان ابن فلان الفلاني؟ قالوا: فلان ابن فلان الفلاني هذاك الرجال. فلما ذهب إليه وإذا به شخص بسيط عادي، إنسان يعني ليس لديه ميزة عبادة ولا طاعة، إنسان عادي جدا. فجاء إليه وقال: أنت فلان؟ قال: نعم. قال: يا أخي أنا أريد منك أن تخبرني بالعمل الذي بينك وبين الله والذي لا يعلم به أحد إلا الله. قال: أي عمل تقصد؟ قال: في عندك أنت عمل تعمله، أنت لا تعرفني ولا أعرفك، وأنا أتيتك من مكان بعيد. لماذا؟ لأن في شيء صار لي علي بسبتك. أنت عندك عمل خفي، ما هو؟ وش سويت بينك وبين الله؟ ألح عليه، أصر عليه حتى أخبره. قال: نعم، أنا تزوجت بقريبة لي. يقول: فلما تزوجت عليها مسكتني بعد الزواج وقالت: استرني سترك الله. قال: وش فيك؟ قالت: أنا حامل من غيرك، ولو علم أهلي لقتلوني مباشرة، وأنا بين يديك، إن أردت أن تخبرهم فافعل، وإن أردت أن تسترني فاسترني سترك الله. يقول: فأسكت الرجل. قل: أسكت وتحملت الأمر على مضض، وخرجت من البلدة التي أنا فيها وجئت إلى هذه البلدة لا أحد يعرفني فيها. يقول: فلما زوجتي خرج، يقول هذه منعتها عن الناس، ما تقابل أحد حتى ولدت. يقول: فلما ولدت أخذت طفلها في آخر الليل وذهبت إلى باب المسجد، لما شفت الناس دخلوا المسجد يصلون، يقول: رحت وراء باب المسجد وحطيت الولد ورحت أصلي مع الناس. يقول: صلينا وخلصنا من الصلاة، فلما انتهينا من الصلاة صاح الطفل، تجمع الناس: هذا ابن من؟ هذا ولد من؟ من يعرف هذا الولد؟ فقال لهم هذا الرجل: خلاص ما دام ما تعرفونه أعطوني إياه وأنا أربيه، لكن اشهدوا هذا ليس بابني وإنما هو لقطة وجدته في المسجد. فأخذ الابن، يقول: أخذته وأعدته إلى أمه وقلت: هذا ابنك بين يديك الآن، ربيه، أنت الآن سترتي أمام الناس كله، وربي هذا الابن. قال: طيب أنت الآن أعطتك قصتي، ماذا فعلت أنت؟ وش اللي صار لك؟ قال: رأيت رسول الله يبشرك بالجنة.